مؤسسة أبحاث التسليح في الصراعات كار هي الأخرى، أشارت في تقريرها إلى شركة المنصور الإيرانية لتصنيع السفن، حيث قالت المؤسسة إنه منذ 2012 تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش إضافة للأسلحة. لا يستطيع التحالف أن يوقف أي سفينة إلا مشتبه فيها 100%، وبالتالي كل سفينة تستطيع المرور سفينة صيد. أضف على ذلك قد يتم تزوير منافذ الشحنة أن هذه متجهة والله إلى جيبوتي، وبالتالي المنافذ أو إلى عمان مثلا، وبالتالي منافذ الشحنة ما يقدر يعرضها، هي بنص الطريق تنفصل أو أنها توقف وتجيها زوارق ويتم. وهذا هو الأسلوب الغالب، لأن شاهدنا فيديو الطيران التحالف يضرب هذه الزوارق، تقترب 4 زوارق يتم تعبئة الحمولة وتفريقها، ترجع الزوارق على البر ويتم تحميلها بآليات وتستمر هذه الطريق في خلال 3-4 ساعات هو خالص وماشي على وجهته.